كابتن محمد معوض، في يمكن عندنا مومو والكوره وعندنا مومو والكوره الطايره. كابتن محمد معوض طبعا برحب بيك، مبروك، فوز كبير ومميز ورائع كالعاده، وادائك النهارده كان اكثر من رائع كالعاده. بالنسبه للمباريات، قول لي النهارده بطوله كاس مصر بتمثل لك ايه، وحصولكم على الثلاثيه بتمثل لك ايه؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، ببارك كل اهلاويه. يا كاس مصر يعني يمكن مش اهم بطوله في النادي الاهلي، بس احنا كده بنختم الموسم بكل البطولات الحمد لله، وما خسرناش ولا ماتش، فده انجاز كبير جدا ما بيحصلش كتير. يا كل 10 سنين ما بتلاقيش مواسم كتيره كده، فالحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا جدا السنه دي، وبارك كل اهلاويه. قول لزمايلك الرجاله اللي تحملوا على نفسهم، لعيبه كتير عندها اصابات تلاحم المباريات، لكن كان في اصرار كبير قوي يا كابتن محمد. شابوه لكل اللعيبه والجهاز الفني، الناس كلها تعبت جدا السنه دي، الجهاز الفني والجهاز الطبي بالذات، عندنا اصابات كتيره جدا زي ما انت شايف، قاعدين بنبدل في اللعيبه بنلحق الناس يعني لسليمه تكمل الماتش، والناس يعني جت على نفسها جدا، احنا يعني كلنا تعبانين والاصابات كتيره، بس احنا بنلعب في النادي الاهلي، فالنادي الاهلي انت عارف لازم تكون راجل تلعب باسم الكيان، فالحمد لله رب العالمين. شكرا.